إيه سلامات، اليوم درسنا بعنوان First Conditional، يعني Conditional شيء مشروط. شلون بعمل جملة شرطية؟ يستخدم كتير بالكلام. مثلا رايحين، متفق أنتي ورفقاتي بتروحوا لانش، تقلي لهم إذا خلصت على بكير، عندك شغلة، عندك موعد أو شغلة بدك تساويها، بتقولي لهم إذا خلصت بلحقكم، سوف أذهب معكم. شرط مشروط. مثلا زوجك بيقول لك إذا زبطت البيعة بغير لك فرش مثلا أوضة النوم. مثلا مثلا إذا طلعت هلأ بلحق الباص، بلحق المواصلات، ممكن لحقه. إذا هلأ أنا غادرت ممكن لحق مثلا الأوفيس، بيكون فاتح لسه. فهي مشروطة. أوكي، قبل ما نبلش بالفيرست كونديشنال، ليش اسمه فيرست؟ لأنه في عدة حالات اللي هي zero conditional. zero conditional اللي هو إجمالا الحقائق الواقع ما بيتغير مع الزمن، هذا دائما simple present simple، مثل ال present simple. كيف ال present simple؟ على طول نستخدمه للواقع، للحقائق. نفس الشيء وقت بيكون عندي conditional. if water reaches 100 degree it boils. إذا وصلت درجة الماء، درجة الحرارة للمية، 100 درجة، المي بتغلي. هاي zero conditional، هاي للحقائق، للواقع. If people eat too much they get fat. إذا الناس أكلوا أكثر من اللازم بيسمن، you know، بصيروا وزنهم أكثر من المفروض. بينصح If you touch a fire you get burned. إذا لمست الحريق بتحترقي. هذا zero conditional. If babies are hungry they cry. إذا الأطفال جائعين بيبكوا. مشان هيك نستخدم simple present والبريزنت سمبل، اثنين بريزنت سمبل لأنه هاي حقيقة. نيجي لدرسنا لليوم اللي هو الفيرست كونديشنال. الفيرست كونديشنال هو الشرط، النتيجة هي موست لايكلي حتصير أو فعلا حتصير، يعني مو بعيدة عن الواقع. أوكي، بس في شرط ليتحقق هالشي هذا. فعندي أنا condition وعندي result، الشرط والresult. يعني if she studies hard she will pass the test. أنا برأيي الشخصي إذا درست بجد سوف تجتاز الاختبار. تمام، الشرط إذا درست بجدية سوف تجتاز الاختبار. فهماني المادة؟ كل شيء تمام، بس لا ناقصة دراسة. نجي بقى على شكله، كيف شكله؟ شكله منبلش بالإف، بعد بدنا الكونديشن اللي هو الشرط، والشرط دائما بيكون بالبريزنت سمبل. تمام، بعد منا كاما، بعد منا الريزلت اللي هي possible outcome، يعني احتمال كبير، نتيجة محتملة، نتيجة واقعية ممكن تصير. عشان هيك بسميه first conditional. فدائما لما بلش بالF بعد منا الـ present simple. هاي كتير مهم، بدي أكون تركزوا عليها، إنه في الـ if بعد منا الـ present simple.
If it rains, I will stay at home. إذا مطرت وهطل المطر سوف أبقى في المنزل. معناتها rains simple present النتيجة الشرط إنه المطر. If it rains إذا مطرت ونزل المطر سوف أبقى في المنزل. تمام؟ الترتيب كتير مهم. معناتها أنا عندي present simple وعندي future simple اللي هو will والbase verb. نجي لمثال آخر. If I have enough money I will buy some new shoes. إذا عندي مصاري زيادة أو ما يكفي سوف أشتري البعض الأحذية الجديدة. مثلا معي أنا البادجت تبعي بعد ما بدفع الفواتير بعد ما بدفع المصاريف إذا بقي معي مصاري إذا بقي enough money if I have enough money I will buy some new shoes. في شرط اللي هو if I have enough money. If I have بالpresent simple present والنتيجة هي to buy some new shoes هي result. فالشرط لازم يكون بالsimple present. If I study today I will go to the party tonight. Okay? If I study today. إذا اليوم درست وقتها فيني روح على الحفلة بالليل. تمام؟ معناتها في شرط. لازم أنا أدرس اليوم بالليلة مشان أقدر روح على البارتي tonight. ممكن أنفي. If I don't feel well tomorrow I will not go to work. لاحظوا هون نفي بنفي وهي will not كمان نفي. ممكن أنفي بس هاي بتضل simple present. If I don't feel خليني حطها بالأحمر اللي هو the present simple. If I don't feel well tomorrow I will not go to work. عم بنفي إذا لم أشعر بخير غدا سوف لن أذهب إلى العمل. إذا لم أشعر أنني على ما يرام غدا فلن أذهب إلى العمل. تمام؟ If he doesn't arrive soon he will leave without him. We will leave without him. If he doesn't طبعا لما بدي أنفي المضارع simple بدي حط doesn't لأنه هي فبدي انتبه هي والشي والإت بدي حط له doesn't بحال النفي. باقي الضمائر don't. إذا شخص ثالث مثل هون بدي حط الاس للشخص الثالث اللي هي والشي والإت. تمام؟ If it doesn't rain, I will go to the park. إذا لم تمطر، سوف أذهب إلى الحديقة. هلأ ممكن أعكسها. ما بلش بالإف. خليها الإف بالنص. بس بتضل مثل ما هي. I will go to the park. أوكي؟ عكستها. If it doesn't rain. لاحظوا هون ما عاد في داعي للكامة. اوكي؟ فإذا بلشت بالإف بدي حط كامة. إذا صارت الإف بالنص ما عاد في داعي للكامة. بس الترتيب هو نفسه. الشرط بضل present simple. لو عكسته. I will stay at home.
I will stay at home if it rains. تمام؟ فيني اقلب وقت ما عاد في داعي للكامو. معناتها دائما لما ببلش بالاف بعد منها present simple، اذا ما بلشت بالاف معناتها بقيم الكامة، ودائما بعد الاف present simple هو الشرط. اوكي، فدائما دائما بعد الاف بدها تكون present simple، سواء اجت بالاول او اجت بالاخير. اوكي، معناتها الجملة المربوطة بالاف هي الشرط، لازم تكون present simple سواء بلشت فيها أو دفشتها للأخير. تمام؟ بس هون ما عاد في داعي للكامة. She will be late if the train is delayed. سوف تتأخر إذا القطار تأخر. أوكي؟ الشرط هو القطار، وصول القطار بوقته. إذا القطار تأخر معناتها هي هتتأخر عن الموعد. تمام؟ She will miss the bus if she doesn't leave soon. سوف she will miss the bus if she doesn't leave soon. سوف ما يعني ما حتلحق الباص إذا لم تغادر قريبا. أوكي، أنت لازم تغادر قريبا لحتى تلحق الباص. أوكي، هاد درسنا لليوم اللي هو الـ first condition. ممكن نستخدم عواد الـ if، نستخدم أشياء تانية، بس عشان تاخدوا فكرة عنها ممكن نستخدم unless، as long as، as soon as or in case. وقيم الاف مثال: I will leave as soon as the babysitter arrives. اوكي، الشرط ما فيني اترك الاولاد بالبيت، الشرط لازم تيجي البيبي سيتر. As soon as the babysitter arrives then I will leave. فدائما الشرط بده يكون بالبريزنت. الشرط لازم تيجي البيبي سيتر اول، بعدين I will leave. اوكي، I will give you a key in case I'm not home. سوف اعطيك المفتاح في حال لم اكن في المنزل. نجي للهومورك. الهومورك بدي اياكم put the verb into the correct first conditional form. خليني هي ايما بتيالي حتعمل هون حقيمة. الشكل تبع هو خليني احط ال اوكي if. اوكي، الشكل حيكون بهذا الاسلوب: if the present simple بعد منها بده يكون will، اسفي كان لازم اعمل قبل will plus الverb اللي هو البيس فورم للفيرب. معناتها انا هذا هو الشكل تبعي. اذا بلشت بالاف بدي بلش بالبريزنت سمبل، then will والفيرب. معناتها لما بدي بلش بالاف بدها تكون هون بريزنت سمبل، وهون بدي يكون the future. خليني بس
تمام. إذا الإف من 1 لـ8 مبلشين بالإف، 9 و10 حاطين الإف بالنص، معناتها هون بده يكون will plus verb، وهون بده يكون present simple. تمام؟ صارت بالعكس. هاي بدكم تنتبهوا دائما انه ترتيب الجملة الشرطية لازم تكون بالمضارع البسيط. كاما، ما فيكم تنسوا الكاما. بعد منا فيني حط الverb، تمام؟ الwill واللي هو الfuture. لهون بنتهي الدرس. سلامات.